بجهود استثنائية، عضو مجلس محافظة الأنبار عدنان الكبيسي يلتقي برئيس الوزراء محمد الشياع السوداني من أجل إعادة التيار الكهربائي إلى الرطبة غرب الأنبار وتشغيل خط الريشة الرابط مع الأردن لتعزيز كهرباء القضاء بأربعين ميجاوات خلال الأيام القليلة القادمة. كانت لنا زيارة يوم أمس إلى دولة رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني. طبعا طرقنا في هذا اللقاء إلى عدة مواضيع مهمة. مشروع الربط الأردني اللي تأخر، كان موعد بيانات الدولته أنه كان الموعد الأولي بداية رمضان، أول يوم رمضان كان وعد موجود بتشغيل الخط، لكن اليوم لح منتصف رمضان ولم يتحقق شيء. وعدنا دولته خلال يومين أو أكثر، يومين ثلاثة أيام تشتغل المحطات وتوصل الكهرباء للرطبة. وصول الكهرباء إلى الرطبة سينهي معاناة المياه، لأن سكان القضاء يعتمدون على الآبار، فضلا عن فتح المعامل بعد أن أغلقت بسبب انعدام التيار الكهربائي التي بدورها ستسهم بتشغيل اليد العاملة وتقليل البطالة في القضاء. طالب والناشد السيد رئيس وزراء العراقي بالسيد السوداني بإيصال الكهرباء الوطنية إلى الرطبة. يعني بصراحة الناس تشكي، معقولة قضاء عراقي اليوم ما بي كهرباء وطنية؟ احنا دعنا عن الخدمات الأخرى، بس هم بشر هاي الكهرباء الوطنية تشغل المكاين، تشغل المعامل، تشغل مصانع، تعيش الناس، لأن الناس مدينة الرطبة ما بيها وسيلة خاصة للعيش. أنظار أهالي الرطبة تتجه صوب الجهود المبذولة من قبل عضو مجلس المحافظة عدنان الكبيسي، آملين أن تحمل الأيام القادمة البشرى لأربعين ألف نسمة لإنهاء معاناتهم المستمرة منذ عشر سنوات وهم يعيشون في ظلام دامس. من الأنبار، إدريس يحيى، قناة الفلوجة.